المزيد حول مناقشة سادس جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني تطلعنا عليها مفادة التلفزيون المصري هبة حسين. على مدار 5 أسابيع انعقدت جلسات الحوار الوطني التي يتشارك فيها جميع أطياف وقوى الشعب المصري بمساحات مشتركة للتوافق ما بين الجميع في طرح الأفكار والطروحات المختلفة نحو الجمهورية الجديدة. كان دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح هذا الحوار ووضع مائدة تتحمل كافة الأفكار والطروحات المختلفة. انعقدت جلسات الحوار الوطني على مدار 5 أسابيع في المرحلة الأولى، وتم بالفعل من خلال لجان متخصصة ولجان فرعية رفع التوصيات الخاصة بما خرجت به هذه الجلسات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبت فيها بقرارات من سيادته. الآن نحن بصدد الأسبوع السادس الذي انطلق في بداية هذا الأسبوع بمحاور الحوار الوطني، سواء المحور السياسي وما يخص المشاركة السياسية أو المحور الاقتصادي وما يخص آليات السوق وكيفية توافر العملات الأجنبية المختلفة، زيادة التصدير، تقليل التضخم، ضبط آليات وأسعار السوق المصري، والمحور المجتمعي الذي نحن بصدده اليوم. محور مجتمعي انطلق من حيث بناء الشخصية المصرية، التفكير في بناء الشخصية المصرية بكافة جوانبها. فيما يخص اليوم الثقافة وصناعة الثقافة، تحدثنا من خلال 3 جلسات من المشاركين فيها من الفنانين والملحنين والقوى الفاعلة في مجال صناعة الثقافة عن كيفية دعم صناعة الثقافة المصرية وترسيخ الهوية الثقافية المصرية، سواء ما بين الواقع والمأمول فيما يخص الدراما، فيما يخص السينما، أو فيما يخص المسرح. أيضا الموسيقى والغناء كان لها الجلسة الثالثة التي تحدث فيها كافة الفنانين المشاركين عن دور الموسيقى، دور الكلمة، سواء في شحذ الهمم، سواء في الترفيه، سواء في دعم نفسي يقدم من خلال الموسيقات المختلفة أو حتى الموسيقات التراثية والشعبية وكيفية إحيائها في المحافظات. قصور الثقافة كان لها دور واضح جدا من خلال الطروحات والأفكار التي تختص بها من ناحية تنمية هذه القصور، كيفية وصول الخدمات الثقافية المختلفة لكافة محافظات الجمهورية. مسرح الدولة والمسرح الخاص، كيفية دعم دورهم داخل المجتمع المصري، سواء بدعم المسرح الخاص وتشجيعه مرة أخرى على فتح أبوابه، وبالفعل تم تقليل الرسوم الضريبية الملقاة على عاتق المسارح الخاصة، وأيضا تفعيل دور مسارح الدولة وتفعيل دور المسرح داخل الجامعات والمدارس المختلفة. اللجنة الأخرى التي كانت اليوم في المحور المجتمعي تتحدث عن الشباب والتمكين السياسي، الشباب والاتحادات الطلابية المختلفة وكيفية تفعيل الأنشطة الطلابية سواء داخل الجامعات، داخل المدارس، أو حتى فيما بعد تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة. إذن هو يوم لبناء الشخصية المصرية بامتياز، سواء من حيث صناعة الثقافة وتحديات هذه الصناعة وكيف تكون فاعلة وجزء أساسي في الاقتصاد القومي، أو من حيث بناء الإنسان والشباب المصري القوة الضاربة في المجتمع المصري ويمثلون أكثر من 50% داخل المجتمع المصري. حوار مجتمعي يتواصل معكم ومتابعات إخبارية دائما على شاشة التلفزيون المصري.